هناك أيضا الشق الرمزي، كونها هذه المنطقة تحتوي جامع النوري الكبير الذي أعلن فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة. نعم أخي عطب، هذه المنطقة منطقة الموصل القديمة مثل ما تحدثت هي رمز خلافة داعش المزعومة. هذا الرمز بالنسبة لداعش يعني مثل ما نشعر اليوم من خلال العمليات الموجودة والعمليات التي تقودها القوات العراقية باتجاه هذه المنطقة المكتظة سكانيا، هذه ينهار هذا الحلم يوما بعد آخر. مثل ما تلاحظ حضرتك منطقة جامع النوري الكبير الوحيد الشارع الذي يمكن أن تتحرك فيه القطاعات العراقية في هذا الشارع فقط أو في محيطها. هذا شارع نينوى صحيح؟ هذا شارع نينوى، وهذا الشارع اللي يسموه شارع الموصل القديمة، شارع الموصل أو شارع الجامع. في عندنا من هذه من هذا الجهة المناطق المحيطة بالجامع تسمى حي الجامع، ما يسموها حي الجامع الكبير منطقة الموصل. هذه الشوارع الوحيدة التي تحيط بهذه المنطقة التي يمكن أن تتحرك فيها آليات عسكرية، لكن عندما تتجه باتجاه منطقة الموصل القديمة من جهة شارع الكورنيش، كل ما اتجهت واقتربت من منطقة جامع النوري الكبير كلما كانت هذه الأزقة لا يمكن أن تدخل فيها أي آلية سواء كانت عسكرية أو مدنية. لذلك فإن حتى هم المدنيون يمكن أن نشاهد أنه في باركات للسيارات، ساحات وقوف ومآرب للسيارات خارج هذه المنطقة بالنسبة للمدنيين، حتى قبل كمدنيين يستخدمون التجول وهي بعيدة يتجولون في هذا، لذلك هي بعيدة. هذه المنطقة فعلا هي المنطقة المكتظة الأكثر اكتظاظا، حتى ما بعد جامع النوري الكبير من 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 جهة الزنجيلي ومرورا إلى جامع النوري الكبير. هذا من طبعا هاي منطقة الزنجيلي، وهذه المنطقة كلها نرى في أنها هي أزقة ضيقة ولا يمكن التحرك فيها عسكريا، حتى أنه التقديرات العسكرية الأخيرة التي تحدثت عن هذه المنطقة تحديدا، المنطقة المحيطة في جامع النوري الآن الكبير. الآن هنا نشاهد شارع الكورنيش، هذا شارع الكورنيش، هذا جسر العتيق، هذا الجسر الحرية، هذا جسر الحرية وجسر العتيق يتوسط المنطقة من جهة نهر دجلة، والجسر الخامس اللي هو يحيطها من شمال الموصل القديمة. منطقة الجامع النوري الكبير يقابلها الجسر العتيق، ويحدها من جنوب المنطقة جسر الحرية، ويحدها أيضا من هذه المنطقة. هذه هون راح تكون هون في المنطقة من الاتجاه الآخر اللي هي جسر الخامس. طبعا التقديرات حتى الآن في هذه المنطقة ما بين 500 إلى 600 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي، يحاصرون ما لا يقل عن 4000 عائلة، ما يعني أنه العدد ممكن أن يتجاوز أو يصل أو يقل بقليل عن 20000 مدني. لحد الآن هم هذه هي المنطقة الأصعب عسكريا للقتال فيها بسبب وجود مثل ما ذكرنا الكثافة السكانية لهذه المنطقة.